لكن القضية هنا أن بعض الناس يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان حسن الدين حسن الخلق فلا يجوز للمرأة ولا لوليها أن يرده لأي سبب آخر، لا سن ولا جمال ولا، هل يفهم هذا من الحديث؟ لا يفهم من الحديث، لكن فقط هذا أنه أفضل شيء في الرجل، نعم، وهو وصف الكمال الممكن في الرجال. نعم. والذي يدل على هذا مثلا حديث جميلة في أنها رفضت ثابتا وغير ذلك، غير ذلك رغم كمال دينه وأخلاقه، لو ذكرنا بعضها لي يعني. نعم، ما ذكر في حديث فاطمة بنت قيس. أي نعم. وكذلك من رفضها معاوية وأبا الجهم وهم من رفض الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، وهي له تبع. أي نعم. وكذلك في جميلة في رفضها ثابتة اقتراحه لعدد من الأزواج في هذا، وكذلك ما حصل بين فاطمة بين زينب بين أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها وزيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنهما. هل يشهد ذلك أيضا حديث بريرة؟ أي نعم، كذلك حديث بريرة ومغيث. أي نعم، فإنها أبت أن ترجع إليه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمها فيه وشفع له، وقالت هل تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. وهو من الصحابة الكرام وصاحب دين وخلق. أي نعم. طيب، جيد.